فضيلة الشيخ، لماذا ذكر العلماء أن قراءة سورة ياسين تكون على المحتضر ولا تكون على الميت، مع أن ظاهر الحديث أنها على الميت؟ أولا اعلم أن الحديث في هذا فيه مقال، فمن العلماء من ضعفه وقال إنه لا يصح، وعلى هذا كفينا إياه. وأما على القول بأن الحديث حديث حسن وأنه جائز وأن العمل به جائز، فقالوا إن الميت يستفيد من قراءتها أكثر، يعني قصدي إن المحتضر يستفيد من قراءتها أكثر مما يستفيد إذا مات، ويكون على ممتاكم، يعني على الذين حضرهم الموت. وهذا له وجهة نظر، لأنه لم يعهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ على الموتى بعدما يدفنون أو قبل أن يغسل، بل الأمر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإصراع بالميت.